السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كلكم زينين. أصدقائي، اليوم راح نسوي رول لحم بالبيض، هذا اللي دا تشوفوه أمامكم. تعالوا وياي حتى دا تشوفون المقادير والمواد المطلوبة لطريقة العمل. وصفتنا لهذا اليوم رول اللحم بالبيض مشوي بالفرن. احتاج لكيلو من اللحم المثروم، احتاج لكوب واحد من البقسم او الصمون المطحون، الخبز المطحون، لانه احدى المشاهدات المشتركات قصدي سألتني شنو هو البقسم. هو الخبز المطحون المجفف والمطحون، هو هذا. احتاج بصل عدد واحد هسه اثرمه، احتاج ثوم عدد اثنين هسه اثرمهم سوية، احتاج اثنين عدد بيض، احتاج خردل، احتاج مايونيز ايضا، وطبعا فلفل وملح. هسه راح اطحن البصل والثوم مع بعض وارجع لكم. هسه بعد ما طحنت كل البصل والثوم مع بعض راح افرغهم فوق اللحم اللي عندي. اضيف ملعقة طعام ملح، ملعقة طعام فلفل اسود، عندي المايونيز ملعقة كوب، مايونيز ملعقة كوب، ملعقة كوب من الخردل. اذا ما متوفر عندكم الخردل والمايونيز ما يحتاج، بس خلوا المواد اللي ذكرتها مثل البصل والبيض والبقسم والملح والفلفل الاسود. هسه راح اضيف البيضتين، والبقسم، وراح اعجن المواد وارجع لكم. هسه مثل ما تشوفون فتحت بعد ما كملت عجن اللحم مع المواد اللي خليتها وياه. هسه راح ابدي وفتحته بهذا الشكل على شكل مستطيل، خليت تحته نايلون. هسه راح ابدي اصف البيض اللي عندي بهاي الطريقة. طبعا شغلت الفرن درجة حرارة 230 فوق وتحت هالشكل. اصف البيض كله، اصف البيض كله بالتساوي كله. بعدين اخذ جهة، هذه جهة الفها فوقها، والجهة الثانية ايضا نفس الشيء صعدها فوقها، بس المها كلها واحاول اطلع كل الهواء من داخله، اسويه على شكل رول بهاي الطريقة. واخليه بالتبسي اللي عندي اللي مجهزته، او الصينية اللي عندي اللي مجهزتها. احاول اتخلص من النايلون، اسحب النايلون من تحت. طبعا هو طلع اكبر من الصينية اللي عندي، اقدر اخليه بهذا الشكل. صار عندي الرول جاهز هذا الشكل، صار عندي رول جاهز. هسه اخليه بالفرن
لمدة 45 دقيقة درجة حرارة 230 وأرجع لكم. وهكذا أصدقائي انتهيت من تحضير رول اللحم، هذا اللي بالفرن، هذا اللي دا تشوفوه أمامكم. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.